كمان امبارح نشرت وزارة الداخلية فيديو بيوضح تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج. عادة الروح لمكة المكرمة بعودة زوار البيت المعمور بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، حيث تواصل فنادق حجاج القرعة استقبال الحجاج القادمين من المدينة المنورة، وتتميز تلك الفنادق بقربها من الحرم المكي الشريف، فهي على بعد خطوات منه، وتتزين بالأعلام المصرية ليسهل التعرف عليها. يستقبل الضباط الحجاج وتنتهي إجراءات التسكين والتي تتم إلكترونياً في دقائق معدودة، بعدها يتوجه الحجاج إلى غرف الإقامة. سكنونا واحنا لسه في الاتوبيس، يعني كل واحد عارف حجرته وعارف الدور بتاعه وعارف مكانه فين بالظبط من قبل ما ينزل من الاتوبيس. نقدم كل الشكر والامتنان للبعثه المصريه على المجهود اللي هي قايمه بيه معانا، ومش سايبيننا لحظه بلحظه، على مدى اللحظه الواحده مش الدقيقه، اللحظه الواحده، وكل طلباتنا وكل مشاكلنا. والله الحمد لله احنا شايفين الخدمات فوق الممتاز، والحمد لله الفندق قريب من الحرم. داخل كل فندق غرفة يتواجد بداخلها أحد ضباط البعثة للإجابة على استفسارات الحجاج وتذليل العقبات أمامهم في إطار حزمة التيسيرات المقدمة لهم تمهيدا لأداء مناسك الحج. والحقيقة يعني مجهود جبار جدا جدا، وبصدق أقسم بالله احنا جايين من الحرم، مجهود جبار جدا بيعملوه عشان يريحوا حجاج مصر. في اهتمام جامد، وقلت طلباتكم ايه، وبصراحة من ساعة احنا ما جينا الفندق واهتمام جامد بينا، حتى الشنطة الإيد كان عايزين يشيلوها مننا كده ويوصلونا بها لغاية الأسانسير، ووصلونا بها لغاية الأوضة كمان. ارتياح كبير بين حجاج القرعة لجودة فنادق الإقامة وقربها من المسجد الحرام، وما يقوم به ضباط وأفراد البعثة من جهود ليتمكنوا من تأدية فريضة الحج في سهولة ويسر بالتنسيق مع السلطات السعودية. المقابلة كانت كويسة جدا، الخدمة هنا كويسة جدا، البعثة الطبية ممتازة، يعني موفر لنا كل حاجة بصراحة، مفيش أي حاجة نقصانة خالص، وكل حاجة متوفرة وتمام التمام. ونشكر السلطات السعودية والمصرية على حسن التنظيم. يحمل الجميع من ضباط وأفراد بعثة حج القرعة على عاتقه أمانة ومسؤولية خدمة ضيوف الرحمن، أيام قليلة تفصلهم عن الوقوف بعرفة يقضوها في تنظيم وترتيب أمور الحجيج لضمان الراحة لهم في كل مراحل أداء المناسك.